السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة تهم كل الأمهات. إشمعنى الأمهات، أو ليه الأمهات بالأخص؟ لأن كل أم بتحب أن ولادها يكونوا أفضل الناس أو أحسن الناس ويتعلموا صح عشان مستقبلهم. عشان كده حلقتنا النهاردة هنعرف مع ضيفتنا اللي مشرفانا، هنعرف إزاي نهتم بطفلنا، إزاي أو فن تعليم اللغة، إزاي تتعامل مع طفلها سواء كانت في بيتها كأم أو تختار المدرسة اللي تقدر تتعامل مع طفلها بطريقة التعليم المناسبة ليه. ده اللي هنعرفه مع ضيفة حلقتنا النهاردة. معانا النهاردة ومعاكم على مدار حلقتنا مديرة مركز بيبي سمايل الأستاذة أسماء فرحات. أهلا بحضرتك أستاذة أهلا أسماء. أهلا حبيبتي أستاذة. ومعانا الطفل الجميل مصطفى سيد. مصطفى، ازيك يا مصطفى؟ لا الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. أستاذة أسماء، طبعا زي ما حضرتك كده سمعتي ان كل الامهات بتحب ان هي تهتم بابنها او ببنتها ويتعلموا صح، وخصوصا اللغات. فدلوقتي حضرتك عرفيني امتى الام تنزل اطفالها للتعليم؟ والله هو في امهات كتير بتحب ان هي بنشجعها ان هي تعلم اطفالها في البيت. في ناس كده ليها دماغ معينة ان هي بتعلم اطفالها في البيت، بس لو هتعلم اطفالها بشروط معينة علشان تتفادى الاخطاء والمشاكل اللي هي بتحصل في المدارس فيما بعد. تمام. لو الطفل طبعا هينزل السن المناسب ليه، لطفل اللي هو يروح النيرسري بيبقى السن المناسب سنتين. تمام. احنا هنا عاملين في مركز بقى، بالنسبة لمركزنا احنا عاملين ان الطفل يتعلم عندنا من سن شهر. طب هيتعلم ايه؟ شهر. من سن شهر بيتعلم بطريقه مميزه جدا، طريقه جيلين دامون دي طريقه مميزه جدا. طبعا لازم يكون حد متخصص جدا في تعليم الاطفال ديت، اللي هو بيبتدي يتعامل مع الطفل اللي عنده شهر دي كمستويات. ايه ده، هو طفل شهر بنتعامل معاه كمستويات؟ طبعا. بيبتدي نعلمه عن طريق الصور، عن طريق الحاجات، كل ما يثير التركيز. لا ثواني معلش يا استاذه اسماء، طفل عنده شهر ولا بعد دخوله الحضانه سواء سنتين؟ طفل عنده شهر منذ ولاد، بعد الشهر على طول ممكن ينزل عندنا النيرسري ويتعلم. ده نشتغل عليه سمع وبصري. نشتغل عليه الصور البصريه. وطبعا اثبتت دي فعاليه جامده جدا، ان اثبتت بعد مده تتراوح يعني بعد بالظبط 8 شهور او بعد 9 شهور بتبتدي كل اللي انت خزنتيه في الممارس بيبتدي ان احنا نسترجعه للطفل، وبنلاقيه عارف كم معلومات هائله. ممكن بقى الطفل ده سرعه التخزين بتاعته في الممارس اعلى جدا، طفل الشهر ده تقدري ان انت تخزني كل حاجه كل حاجه. بس بنعتمد طبعا زي ما انا قلت لحضرتك، طفل الشهر بيبقى بيعتمد على ايه؟ على المثيرات البصريه. تمام. زي ما اي ام بتبقى لسه والده البيبي بتجيبه قدام تلفزيون الوان. بالظبط. بنشتغل معاه بقى الحيوانات، بنشتغل معاه النباتات، الحشرات، كل ما يخص عالم الطبيعه، الالوان، كل شيء. بس طبعا دي بتبقى بنظام وسيستم معين. الطفل دوت منذ الشهر هنبتدي معاه، بنعمل معاه برنامج معين، شهرين برنامج معين برضو، فهماني؟ على حسب الطفل. طيب ايه الاسلوب المتبع في تعليم الاطفال في بيبي سمايل؟ هو احنا عندنا في المركز بنعلم عده حاجات. بنعلم اول حاجه الجولي فونكس. بنحب قوي الطريقه دي في الانجليش، لان الطريقه دي فعلا اثبتت فعاليتها في تعليم الاطفال. لان كتير بيجي لنا بقى ناس بجد بيبقوا واصلين بقى المراحل البرايمري، او بيبقوا واصلين للبريب والكلام ده كله، فبيبقى عندهم مشاكل اصلا، ما بيعرفوش، ما عندهمش مهاره الريدنج سكيلز، مش موجوده عندهم اصلا، ما بيعرفوش يقراوا. فاحنا بنبتدي ان احنا بقى يعني من خلال دراستي كمان في صعوبات تعلم، انا درست صعوبات تعلم، فببتدي ان انا اشوف الاطفال دي ليه وصلت للمرحله دي وعندها المشاكل. وعلى فكره المشاكل دي بس ما تخصش اللغه الانجليزيه فقط، لا ده انت هتلاقي مشاكل كمان في اللغه العربيه وفي الحساب وحاجات كتيره جدا. فطبيعي ان اللي داخلين انترناشونال او داخلين لانجوج على وجه العموم بنبتدي ان احنا نستخدم معاهم اسلوب مبتكر جدا، غير برضو طريقه منسوري. تمام. دي طريقه طبعا معتمد عليها جدا وطريقه فعاله، ولكن بنبتدي ان احنا نمشي الطفل بليفلات معينه علشان نوصله للمستوى اللي كل ام بترجيه. يعني احنا كتير من الناس بيقولوا لنا ايه المستوى اللي انتوا بتفضلوه او بتبتدوا بيه غير جولي فونكس؟ في ناس بتيجي تعترض على فكره، تقول لك اصل جولي فونكس ده منهج انترناشونال فاحنا مش عاوزينه. لا، في طرق جدا، مع انه بيطور مع الطفل. هو في نفس الافكار، بس مش هتبقى جولي فونكس. ممكن نبتدي مثلا ليفل 1 بالفونكس زو، فاهماني؟ هو هيأدي نفس الطريقه ان احنا برضه يعني شبيه للطريقه التعليم المونتسوريه.
بالظبط كده. طيب. نفس جولي فونكس، يبقى احنا برضو بنعمل ربط للسيمبلز، بنعمل ريليشن شيب بكل ما يخص الليدرز كله على وجه العموم. لا احنا بالنسبة للغة دي لازم اعرف طبعا، كل ام بتروح تودي ابنها او بنتها حضانة تقول لك ايه ده بياخد ايه بي ايه سي ما هي انا دي بقى المشكلة استاذة مها، اللي انا ما بحب ان انا بيبقوش مركزين قوي على اكيد. نطق الطفل للحاجة. فاستاذن استاذ محمد بس نزلي بس الفيديو معانا يا استاذ محمد. طبعا الفيديو هيكون جاهز معانا دلوقتي. انا تمام. حابه بس اقول للمشاهدين طريقه حضرتك في وانت بتعلمي الطفل وطريقه النطق نفسها. اتفضل. Hello boys and girls. Are you ready to learn the phonics animals? Today we're gonna talk about zoophonics animals and their sound and signals. Let's get started. Who is this Francie Fish? Francie Fish, the Havana fish. Oh, she loves to swim. Okay, the beautiful Havana waters. So let's take one hand, put it out, and put out the other on top, and wiggle your thumbs a little bit. Swim. Francie Fish says today we're gonna talk about letters F. Okay, when we're making a letter, remember, when we're making the letters, we always start at the top, never the bottom. Okay, I see uppercase F and the lowercase F. Do they different or same? Yeah, different, but they make the same sound. Even though they look different, I see uppercase and the lowercase, they look different even though they look same sound. Okay, remember, when we're making a letter, we always start at the top. Start at the top, never the bottom. Start at the top. Okay, start at the top. Down and stop. Back to the top. Okay, line across the top. And we're also gonna do line across the middle. Okay, now for a lowercase F. For a lowercase F, we're gonna start out making hook and down. Okay, let me do that one more time. Hook and down. مش عارفه اقول ايه على النطق الكلمات او النطق وهي بتعلم الاطفال. اولا انا مبسوطه جدا جدا على روحك الحلوه اللي بتعلمي بيها الاطفال طريقه النطق الصحيحه. دي مشكله بتقابلنا كتير، او انا كأم عندي ابني مثلا زي ما حضرتك كنت كده عرضنا في الفيديو حرف الاف. بصي انا بنطقه زي اف فيش. ممكن حضرتك تختلفي عني في النطق، يعني كتير بقى من الاطفال كل نطقها في اللغه الانجليزيه غلط. فحضرتك كلميني بقى عن النقطه دي. والله احنا بنتكلم في البوينت معينه اللي هي البرونسيشن، مهمه جدا لكل ام ان هي تركز على الاكسنت او بتاع الاطفال. انا كتير من الناس بتيجي تشكي في حته اللي هي الطفل، حضرتك انا هجيب لحضرتك 4 5 كشاكيل والطفل هيكتب ال 26 letters دي اهم حاجه عندها، وينزل بيهم وياخد مجموعه من الوردز او الفوكابلوري مع الليدرز دوت، تمام؟ فبتبقى مشكله كبيره جدا. طب حضرتك في حاجه اسمها اصلا لازم الطفل نبتدي معاه تعليم الانجليش الصحيح ازاي؟ لازم نمشي 5 ليفلز، لو مشينا بيهم صح جدا احنا كده ضمننا وصول الطفل. طبعا مع وجود الاكسنت، لازم الاكسنت يكون بتاع تيتشر يكون كويس جدا. تمام. اول حاجه بنبتدي نعلم الطفل الفونيميك اويرنس. الفونيميك اويرنس ده اللي هو الوعي الصوتي، اللي احنا بنعمل ربط للسيمبلز ريليشن شيب بالليدرز، فاهماني؟ الساوندز اند ايه، الساوندز والليدرز بنربطهم ببعض.
لازم مهم جدا نعرف الرمز بتاع الحرف ويكون في رابطه اصوات ما بين ال 26 letters. لا هو مهم جدا انا اعرف الفينيميك اويرنس، اعرف الفلوانسي، الفوكابولري، الكومبرهنشن، ريدنج سكيلز. دي اخر حاجه. والله انا ضمنت الخمس مستوى الفايف ليفلز ديت، تمام، انا كده ضمنت خمس مستويات لطفلي بجد يحصل تمكين شديد جدا للطفل يستمر معاه لحد من برايمري 1 لحد برايمري 3. الاكسنت وهيكون عارف فوكابولري وكومبرهنشن. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نختار النيرسري اللي بنروح ليها. أيوة. يعني لازم مش نظام نقول ايه ابل. بصي بصي يمكن في النقطه كمان، بصي حضرتك بتقولي ان ليها تاني كده النوت. لا 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 النيرس احنا النيرس عندنا مثلا نقول النيرس، لا يا نيرس النطق الغلط. ما هو ده من يعني من الاساليب اللي احنا تعلمناها غلط في النطق من المدرسين اللي بيعلمونا او من اولياء الامور اللي ما بتختارش المكان الصحيح ان هي تودي اولادها فيه. طيب استاذه اسماء، برضو ممكن حته تعليم اللغه دي انا لقيت او لاحظت ان عند حضرتك مش مجرد انجليش بس، بتعلموا لغه تانية. والله احنا عندنا مركز كمان مركز متكامل في مجموعه. كلميني بقى على الـ على الـ على المجمل كده في المركز. تمام. كلميني عن المركز بيقدم ايه للاطفال. بصي يا استاذه، ما احنا بنقدم في المركز طبعا الانجليش، بنستخدم معاه كمان مش حته الفونكس او الفايف ليفلز بس، بنستخدم معاه منتسوري. يعني بنلاقي كتير من المهم جدا ان انا اعرف الطفل اللي جاي ازاي يتماشى مع المنهج. يعني انا بعمل دلوقتي فايف ليفلز، اقدر الطفل دوت في الفينيميك اويرنس عنده مشاكل بصريه، مشاكل حسيه، مشاكل ما، لازم اتعامل برضك بطريقه الطفل علشان اقدر اوصله للفايف ليفلز في مده قصيره جدا. مهم جدا ان انا اعرف الطفل دوت نقاط القوه بتاعته ونقاط الضعف بتاعته، تمام، عشان اقدر اتماشى معاه. ده بالنسبه للفونكس او الانجليش عامه، بنتعامل باسلوب حديث جدا فيه في كل طرقه، تمام. اما بالنسبه للحاجه الثانيه، بنقدم كمان كورس اليوسي ماس، لان الكورس اليوسي ماس ده مهم جدا لتنميه الممارس، وبيساعد كمان ان هو يخلي الطفل عنده تنشيط هائل في الفص الايمن والايسر من الدماغ. ده بيحل لي مشاكل اكاديميز اصلا كتيره جدا، فاهماني؟ ده بالنسبه للحاجه الثانيه اللي احنا بنقدمها عندنا. بالنسبه للقران واللغه العربيه، لا طبعا ده جانب مهم لا جدا. ده انا خدت فيديو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك جميل جدا حبيبي. بس المشاهدين يشوفوه معانا. بس قبل اي حاجه، كان معانا صور من شويه، بعد اذنك صور تانية يا استاذ تامر. كان معانا الصور هتتعرض للمشاهدين، معلش عشان برضو لفت نظري حته مهمه جدا. طبعا احنا في عصر الكورونا وربنا يرفع عنا البلاء ان شاء الله باذن الله. كلميني عن اهتمامك بالاطفال في الجزئيه الخاصه بالتعقيم والماسك، وهل الطفل بيستجيب معاك انك تقدري انك تقعديهم وتلبسيهم الماسكات بتاعتهم؟ والله هو رغم ان الصحه اكدت ان احنا المفروض ان احنا نستقبل وجود الاطفال عندنا في النيرسري اصلا بنسبه 100%، تمام، بس برضك انا ببتدي ان انا اخد عدد معين من الاطفال ليه، حفاظا على سلامه الاطفال، وعلشان كمان يعني احنا بناخدها ستيب باي ستيب كده. اول خطوه عشان سلامه الاطفال ده مهم جدا، وعشان سلامتنا احنا كمان. يعني لما العدد يكون كبير مش هنعرف اصلا نشتغل مع الاطفال دي. عامه قبل كورونا احنا كنا اصلا في بيبي سمايل عندنا كان عندنا ميزه مهمه جدا، ان احنا بناخد عدد معين من الاطفال، اللي احنا ما بنقدرش ناخد العدد الكبير. لا انا ممكن اخد العدد المميز اللي اقدر اطلع ميزه فيه كويسه جدا، وما اخدش عدد كبير ما اقدرش نسبه مجهودنا فيه. ده بالنسبه للمركز اللي احنا عاملينه فيه. فيعني احنا بجد عندنا الاعداد محصوره جدا، لازم يكون في اول حاجه مكالمه وانترفيو، ولازم يكون حاجات كده كتيره علشان اصلا نستقبل الطفل، لان زي ما حضرتك عارفه يا استاذه ما المستوى بتاع بيبي سمايل اصلا عالي جدا في اللانجوج، فمش اي حد هيقدر يفهمه بسهوله. في ناس برضك تحترم رايها بتعترض، لا كل حاجه انجلش يا ميس اسماء. فببتدي ان انا اخد استضيف اليا او المهتمين، الفئه المهتمه. الله ينور على حضرتك. الجزئيه الفئه المهتمه باللغه الانجليزيه اللي عاوزه فعلا توصل طفلها لليفل معين يكون فيه كويس جدا في الانجليش او في اي حاجه، في اي ماده عندي. لا بس اللغه العربيه فيها اهتمام كبير جدا. انا مع حضرتك في الجزئيه دي، واضيف عليها ان برضو لمجرد ان الام تنزل اولادها حضانه او مركز او اي مكان النطق نفسه غلط، ما هو ده برضه هياثر معايا. مش شرط ان احنا لازم نركز قوي عشان يبقى طالع معاه لغه كده. استاذه معاك بالظبط. طيب استاذه حضرتك يا استاذه من الفيديو الثاني، معلش انا اسفه، انت
تمام. طيب استاذه اسماء، الفيديو اللي انا واخداه النهارده ده انا عارفه ان انت هتتفاجئي بيه، بس انا حبيت ان انا يكون معايا على الحلقه في حلقتنا عشان خاطر برضو في امهات بتبقى زي ما مهتمه باللغات لطفلها ان هو يتعلم اللغات، بتبقى عندها مساله الدين برضو وان يتعلم صح. طبعا اكيد. نشوف الفيديو أكيد. ونرجع تاني. يا جودي عن ايه؟ عن فوائد الصلاه. هنتكلم عن ايه؟ فوائد الصلاه. مش كلنا عارفين ان احنا لازم نصلي عشان ربنا يحبنا؟ مين اللي خلقنا؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى. وربنا ده امرنا بايه؟ امرنا بالصلاه. امرنا بايه؟ بالصلاه. نسمع الايه الكريمه ديت. يلا نسمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وفرض دوت إيه في القرآن الكريم. يلا نعرف كده معلومة حلوة مع بعض. على من أنزل القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نزل على مين؟ هيا بودة، نزل على مين القرآن الكريم؟ نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تاني، على من أنزل القرآن الكريم يا ملك؟ نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة دي ركن من أركان الإسلام الخمسة، هي تعتبر الركن الإيه؟ الركن الثاني. وكمان الصلاة دي عماد الدين. عماد الدين دي يعني إيه؟ يعني حاجة قوية جدا لازم الإنسان يصلي عشان يستند عليها. شايفين الأطفال الحلوين دول كلهم اللي واقفين على المصلية بيصلوا ازاي؟ كل يوم بيقوموا الفجر، بيصلوا الفجر كام ركعة؟ الفجر بيصلوا كام ركعة؟ ركعتين. أما بقى الظهر فبيصلوا كام ركعة يا جودي؟ طبعا احنا شفنا طريقة تعليمها للدين مع الأطفال عامل ازاي، حاجة جميلة جدا. ولكن قولي لي يا أستاذة أسماء، هل الطفل بيبقى بيستوعب ده بسهولة؟ اكيد طبعا بيستوعب بسهوله، لان خدي بالك انا ما قلتش الصلاه، انا قلت الصلاه، بحاول اتكلم بطبيعتهم وبعمتهم هم. فماني بحاول ان انا عشان اقدر اوصل. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها دي حاجات اسمها خرائط ذهنيه داخله تحت بند خرائط الذهنيه، المؤشرات البصريه، ازاي نعلم الطفل الموضوع بشكل محبب ويوصل بفاعليه اكبر. فماني يعني انا لما اقعد واقعد اكلمه عن الصلاه هتلاقي طفل بيتحرك كتير، لان احنا عندنا مشاكل الاطفال دلوقتي عدم التركيز وعدم الانتباه والمشاكل اللي بتقابلنا كتير. فانت لما تجيبي لازم تكوني في حاجه مثيره تحطيها قدام الاطفال علشان تقدري تجذبي الانتباه والتركيز بتاعهم كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك لازم في كل ماده يكون فيها حاجه معينه تقدري تجذبي بيها الطفل او تعرفي طريقته ازاي تبتدي معاه منين. تمام تمام. طيب انا عايزه برضو اسال كده، مصطفى ازيك؟ بتتعلم ايه من ميس اسماء؟ اي بي سي. بتعرف تغني اغنيه انت بتقولها في المركز وحافظها وشاطر كده؟ بنسمع هاني كده، هو بيقول اغنيه اعلى من المركز بصراحه وما شاء الله عليه. يعني دي بياخدوها؟ دي بتاعت الكبار، دانسي مونكي دي بتاعت الكبار اصلا، اللي هي جديده الاغنيه، سونج دي بتاعت الكبار مش بتاعت الصغيرين. بس انا حابه ان مصطفى يغنيها علشان نفهم ولي الامر كمان ان ازاي الطفل عنده مقدره على تخزين اي حاجه، ما يقولش مش هيقدر مش هيعرف. طيب هو للاسف يمكن وقت حلقتنا خلص، لكن انا هختم باغنيه مصطفى معانا، وعندكم ارقام استاذه اسماء عشان هنختم باغنيه مصطفى. طيب قولي يا ساسا. يلا. داسي امك عسيد وبينو شاي لونا حير ماتي لسن بوتين باي لو موت ستابي ايبا ابوز باسي ماي لونا حير ماتي لسن بوتين باي او اي سيتو اني تاي نوما اي اكتو ستاب او يو ميد مي وان شاي I'll bet see this more time, so let's
say this one, this one, this one. Oh, 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 oh. Never see everybody or told attention to people. Oh, they say move from me, move from me, move from me. Eh, eh. ربنا يخليهولك ويا رب كل الاطفال تبقى في نفس المستوى دوت. وانا مبسوطه جدا ان حضرتك شرفتيني يا استاذه اسماء، وان شاء الله في حلقات تانية هنطلع ونتكلم عن المركز. ارقام التليفونات موجوده زي ما قلت، واتمنى ان الحلقه تكون ضيوف عليكم خفاف عليكم، والى اللقاء.